لازم نكون علاقة مع الشخص الملحد. بصوا، الملحدين بيبقى عندهم سببين دايما، سبب ادعائي وسبب حقيقي. تروح مثلا لمخدوم يقول لك اصل العلم اثبت عدم وجود الله، تفضل تخدمه على اساس ان هو علمي تثبت له، وهو في سبب حقيقي جواه، ان مثلا سقط في المدرسه وكان بيصلي للموضوع. بدون العلاقه معاه الحقيقيه مش هتعرف السبب الحقيقي، فانت هتفضل بتعالج في حاجه وهو متالم من حاجه تانية خالص. هو عنده مشكله معصر في ربنا وانت بتعالجه فكريا، هو مش عايز يتعالج فكريا، لكن بدون العلاقه معاه مش هتعرف ابدا السبب، مش هتعرف ابدا السبب. هيفضل دايما واخدك خادم ومخدوم، مين فينا اللي هيطلع منتصر في الاخر؟ توصيل المحبه دائما زي ما اتفقنا، لا تفقد المحبه ودايما توصل المحبه بشكل دائم. عالج السبب او عامل السبب، مش الكلام اللي بيقوله، السبب مهم، السبب اللي خلاه الاول يفكر الافكار دي، عشان مهما دويت افكار والسبب لسه هتعالجش هيفضل ملحد او هيفضل بعيد عن الكنيسه، لان السبب لسه صدقوني هيفضل متشتت. لو قلت له على الفكره دي هروح يجيب لك فكره ثانيه، لو قلت له على الفكره دي هروح يجيب فكره ثانيه، لو قلت له وهكذا. من الموضوعات الملحه اللي بنتوجه بيها دايما في تعلمنا لابنائنا من الشباب، موضوعات تخص العهد القديم وموضوعات تخص الالحاد وموجة المادية والإلحاد اللي العالم عايش فيها النهاردة في كل الأجواء، سواء في المدرسة، سواء في الشارع، سواء في النادي، سواء في المجتمع الأصدقاء، في أي مجال تجد حروب شديدة بتواجه أولادنا في هذه المجالات. عشان كده المؤتمر النهاردة تناقش في هذين الموضوعين الهامين، وتحدثنا عن إله العهد القديم وإزاي صورته اللي الناس أحيانا بتتشكك فيها، وتحدثنا أيضا عن كيف نتعامل مع الملحد وكيف نتحدث إليه وكيف نجتذب مرة أخرى إلى حظيرة الإيمان. كان مؤتمر ناجح ومثمر وحيوي وقوي، وكانت فيه ورش عمل وكان فيه حوارات وأسئلة، وتمتعنا بهذا الحديث الشيق الجميل، وإلى مؤتمرات شيقة وناجحة إن شاء الله. وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعب إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت مع عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر، فالآن اذهب واضرب عماليق وحاربه كل ما له، ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. فاستحضر شاول الشعب وعز. احنا في مؤتمر دلوقتي عن التحدي الايماني في هولندا، مباركنا مجموعة كبيرة من خدام كنيسة العذراء أرض الجولف من أسرة القديس يوسف نجار الكرازة، بدعوة من يافطة الحبر الجليل أنبار ثاني أسقف هولندا وبلجيكا. والمؤتمر كله بيدور عن هو دفاعيات. فأول امبارح كانوا في كنيسة مرموروس في دنهاخ في لاهاي، عن كل النظريات العلمية اللي ممكن تبقى ضد مبادئ الكتاب المقدس. وامبارح برضو كان مع شباب الجيل الثاني في الكنيسة العذراء أمستردام. النهاردة مع العائلات لقاء مفتوح عن الإلحاد وعن فكرة الخاطئة عن إله العهد القديم، وإنه هو إله العهد القديم وهو إله العهد الجديد، إله الحب والعدل في نفس الوقت. والنهاردة كان في أكتر من محاضرة، وكمان في ورش عمل، مجموعة عمل، مناقشة مفتوحة. برضو كانت في فرصة كبيرة للحوار، ودي حاجة مهمة جدا هنا في المجتمع الغربي، عشان الأسئلة كتير والمنطق كتير، فلازم نكون احنا كآباء وأمهات واقفين على أرض صلبة واثقين من إيماننا. فبنشكر محبة كل إخواتنا اللي جم من أرض الجولف، ربنا يباركهم ويبارك حياتهم، وكل مؤتمر دي فعلا لمجد اسم القدوس. اللي عندك كمان ياخد إجازة، ده حتى الحيوانات كمان ترتاح، من حقها ترتاح، ده حتى الأرض ربنا إدى السنة السبعة إيه؟ ما تزرعوش فيها حاجة، وأنا هديكم اللي انتوا ايه محتاجينه، بس تريح الارض، حتى الارض ربنا يهتم بيها. واذا مات احد انسانا فانه يقتل، ده حق ربنا. انت موت انسان فانت هتتقتل، لكن مش موته تخش تموت عيلته وعيله عيلته، لا، نفس قصاد نفس. كل انسان من بني اسرائيل من غرباء النازلين في اسرائيل اعطى من زرع لمولك فانه يقتل. اللي كان بيحصل في الشعوب اللي حواليهم كان بيقدموا اولادهم ذبائح بشريه،
ربنا قال لا، انا الانسان ده ليه حق وليه قيمه في ذاته، انا مش هقدمه ذبيحه بشريه. ليه بقى؟ عشان كده قال ايه؟ قدسوا لي الابكار. كل بكر فاتح رحم بيتقدم عنه ايه؟ فدية، لانه مقدس جدا فعلا، لانه مهم جدا. عشان كده ربنا منع جدا تقديم الذبائح البشريه، فربنا مش بيشتم رائحه الذبائح البشريه خالص. احنا مجموعه خدام كنيسه العذراء ارض الجولف، اجتماع الكرازه، الاجتماع اسمه يوسف النجار. خدمتنا للكرازه في دول كتير، وخدمه رعويه في نفس الوقت. و نيافه الانباء الثاني كلفنا ادانا بركه الزياره ان احنا نيجي نخدم في هولندا، ونقدم مع مجموعه متخصصه من فريق الدفاعيات اللي بيخدم معانا في الاجتماع، علشان يتكلم عن إله العهد القديم والفرق ما بينه وبين الإله الجديد اللي هو أصلا هو إله واحد ما فيش فيه فرق. وكمان في نفس الوقت تكلمنا عن مدارس الإلحاد وكيف أخدم ملحدا، وإزاي المجتمع بيعاني في كل مكان بيعاني من هذه المشكلة. أو في طبعا كذا نقطة مهمة جدا عشان إحنا نقدر نستوعب ونقدر نجاوب على الناس دي، إذا كان هو فعلا ملحد حقه حقيقي أو إن هو مثلا عنده شكوك. أول حاجة لازم نفهم إن هو حتى الملحد ده بيبقى قاري جامد جدا في العلم وكمان في الكتاب المقدس. هو طبعا بيقراها من ناحية اللي هو عايز يفهم ويعرف إيه اللي مكتوب فيه، من أكتر طبعا مش زي من طريق الناحية الروحية. إحنا عشان نقدر نجاوب عليها إحنا لازم نفهم إيماننا كويس، ويبقى عندنا إحنا المحبة اللي إحنا نتعامل بيهم بالشكل ده ونعرف نجاوب عليهم كويس، وبرضه يكون عندنا فكرة وعلم كويس عن إيه هو العلم وإيه العلم بيقوله عشان نقدر نجاوب. هو لما يجي يسألني من ناحية العلم ما أقدرش أقول له لا ربنا قال كذا مثلا، هو أصلا يعني شاكك في كده وممكن أصلا مش مؤمن بكده، فأنا ما أقدرش أجاوب في كده، فلازم أجاوب من ناحية العلمية. حتى يعني هو لما يرد أو يجاوب بسؤال أو يجي يسألني سؤال يعني أنا ممكن أرد عليه برضو بسؤال تاني. يعني مثلا هو يقول لي إزاي إثبتي لي ربنا موجود، طب أقول له طب إثبت لي ربنا مش موجود، فكده يبقى في لغة حوار ما بيننا ونقدر نتعامل مع بعض. وأولا وأخيرا لازم يفضل يحس إن أنا بتعامل معه بكل محبة وكخدمة وكابن كنيسة، وأفضل أطحنه مهما كان يعني إيمانه واقتناعه. مساء الخير.